السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تكملة سلسلة Vue.js. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتعلم الكومبوننتس. الكومبوننتس من الأشياء المهمة في Vue.js وبعض الفريموركس بعد للجافا سكريبت، وهي عبارة عن أنك تحتاج أحيانا لتكرار كود معين وعبارة عن تمبلت في الداخل HTML، ولكن بتضطر أحيانا أنك تستخدم هذا الكود يعني مرارا وتكرارا، ما يؤدي إلى ضعف الكود أو يضعف البرفورمانس. فجاء حل من الحلول وهو استخدام الكومبوننتس، ولها استخدامات كثيرة في عملية تكرار الكود وعدم استخدام نفس الكود يعني طباعته مرات مختلفة. وأحيانا أيضا تريد ترسل يعني نفس الكود أو التمبلت اللي تعمل له ديسبلاي في ال HTML page، ولكن هو البيانات اللي فيه مختلفة، الداتا مختلفة. على سبيل المثال انت مثلا على سبيل المثال عندك بوستس او نيوز او مستخدمين، فكل اريد استخدم نفس التمبلت مرات مختلفه، ولكن في كل مره بوست مختلف او نيوز مختلف او نيو او يوزر مختلف. وراح تتضح الصوره اكثر لما نتعرف على يعني نتطرق ان شاء الله الى بعض الامثله. طبعا هي صفحه الفيو دوت جي اس اللي هي الاوفيشال بيج، صفحه رسميه وفيها شرح يعني جميل عن موضوع الكومبوننتس واستخدامها، كيف نقدر نعرفها وكيف نستخدمها. وراح طبعا نستخدم ناخذ بعض الافكار من هنا لعمل الامثله ان شاء الله. طبعا معي صفحه HTML page هنا فاضيه حاليا، معي هو ديف اب ديف الاي دي اب، وايضا عملت انيشلايز للانستنس للفيو جي اس، وعندي طبعا لايبرري للفيو جي اس. الملف حاليا فارغ تماما مثل ما شايفين. فالخطوه الاولى اول شيء راح نعمل طبعا عشان اعمل انا كومبوننت، راح اعمل مثلا هو بهذه الطريقه فيو دوت كومبوننت، وعده طرق لعمل كومبوننت، وهذه هي عباره عن هذه الطريقه اللي راح ناخذها في هذا المثال، هو عباره عن جنرال او جلوبال عفوا، بحيث انها تكون خارج الانستنس للفيو. في طريقه اخرى نعملها داخل الفيو انستنس راح ناخذ في امثله متقدمه، لكن حاليا راح ناخذ هذه الطريقه. الاسم طبعا الفاريبل او الارجمنت الاول هي عبارة عن الاسم، راح ناخذ الاسم greeting، والثاني عبارة عن object. طبعا فيها عدة اشياء، نفس الحركة هي عبارة عن مثلا فيها data ولكن تكون عبارة عن function، وايضا راح تحتوي على template، وهو template هو الاستمارة والكود اللي اريد ان اكرره واستخدمه. راح ناخذ template بسيط هنا مثلا، راح استخدم الباكتك. لاحظ انا ما استخدمت الكوم العادية، الباكتك يعطيني يعني اقدر اطبع اكثر عن السطر. راح اعمل مثلا هنا h2، اغلق h2 html طبعا بسيط هنا header 2 مثلا welcome to view.js. الحين حاليا معي هذا الكومبوننت اسمها greeting، وداخل هذا الكومبوننت جدا بسيط عباره عن تمبلت welcome to view.js. الحين عشان اعمل ديسبلاي على هذا الكود، راح اعمل اللي هو تمبلت بهذه الطريقه، او التاج نفس فكره ال HTML مثل استخدام ديف او بادي. هذا الطريقه المفروض انه يطبع لنا هذا السنتنس. لما اعمل ريفرش طبعا يعطيني الحين اليوم شوي الانترنت بطيء تاخر بشكل بسيط، ما شايفين ظهر معنا الحين التكست اللي انا كتبته في الكود welcome to Vue.js اللي هو شفناه هنا في هذا الكود. الحين فرض ان اريد اعمل مثلا welcome واسم شخص معين، على سبيل المثال مثلا نكتب هنا name. طبعا لازم اذا في الطريقة اعمل data، ولكن هتكون عبارة عن function مختلفة عن data اللي موجودة في Vue.js، عبارة عن object. هنا عبارة عن data return، اوكي. بعدين راح اعمل مثلا هو النيم يساوي مثلا احمد بهذه الطريقه، تكون عباره عن اوبجكت عباره عن فانكشن. فانا الحين بهذه الطريقه راح اعمل طباعه لويلكم والاسم اللي انا اريده هنا بهذه الطريقه. اعمل ريفرش ويلكم احمد. على سبيل المثال لو انا كررت هذا الكود عده مرات المفروض انه يعطيني بنفس الطريقة ولكم أحمد ولكم أحمد ولكم أحمد. فرضا أريد أن أغير الاسم، أيضا بإمكاني أرسل بيانات من التمبلت
أو من التاج إلى الكمبوننت باستخدام حاجة اسمها البروبس البروبرتيز عبارة عن نيم، يعني تستقبل نيم، ولكن بهالطريقة راح أشيل طبعا الاسم، راح أطبع اللي هو البروبرتيز. هذا بيكون حين بروبرتيز مسحت الاسم من الداتا. هنا ممكن نعمل هو نيم يساوي أحمد، يعني أرسل بروبرتيز يساوي أحمد. ممكن هنا أعمل ثاني نيم يساوي علي، أعمل سيف، أعمل ريفرش. راح نلاحظ الحين أرسل لي بروبرتيز ويلكم أحمد ويلكم علي. في شي خطأ هنا، النيم الإي. الحين معاي بيكون ويلكم أحمد ويلكم علي، يعني رسلت الكود أو الـ variables الـ properties من الـ template في الـ ID app إلى هذه الصفحة. ومثل ما شايفين يعني قدرت ألعب في الكود بحيث أنه ما أكرر هذا الكود، مجرد أرسل الاسم. ولو تتخيل أن هذا الكود عبارة عن شيء كبير مثل كارد أو مثلا ديزاين معين، ما راح تضطر أنك تعيد أبدا، راح تكتب هذا فقط هذا اللاين. فشوف فائدة الكومبوننت. الحين ممكن نعمل أيضا هو الفكرة هنا بين الداتا عبارة عن function، هنا عبارة عن function والداتا هنا عبارة عن object، لأن في كل component أنا ما أريد يعني هذا الداتا ما تكون shared، ما تكون مشتركة بين component و component، تكون مختلفة. وراح نأخذ مثال على سبيل المثال، لو كان معنا هنا counter يساوي 0، وراح أخذ أيضا هنا أخ أعمل div. طبعا دائما كل شيء لازم تعمل راب داخل div، يعني إذا عندك أكثر عنكم تاج لازم تعمل له div، ولا بيكون معك مشكلة في خطأ. فهنا ممكن أعمل button okay. داخل هذا البوتن راح أعمل طبعا add click event، يكون مثلا count، والvalue هنا راح يكون البوتن راح يكون عبارة عن هو الكاونتر. فبيكون بداية صفر، بعدين بحتاج ميثود اسمها count، راح أعمل طبعا methods بنفس الحركة، methods مثل ما شفنا count، راح تعمل this.counter plus plus plus. فلما أعمل refresh الحين أو الآن على حسب البيانات اللي عندي، راح يظهر معي طبعا لو أكبر الخط شوية ويلكم أحمد، ومعي الكاونتر هنا وعندي كاونتر ثاني. فمجرد ما أعمل كليك الحين يعمل، شوف لاحظ إنه يزيد هذا الكاونتر بدون ما يأثر على الكاونتر الثاني. فهذا الميزة. أيضا لو رحت على Development Tools، إذا عندك الـ View Tools Installed أو مخزنة معاك، راح تشوف Two Instance كل واحدة ببياناتها الـ Props وعند الـ Data مختلفة تماما. فهذه هي ميزة اللي هو الـ Components. هذا هو بشكل عام طبعا مقدمة، وإن شاء الله في الدرس القادم راح ناخذ مثال أكبر على الـ Components. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تعمل اشتراك، ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم.